أولا خروج تونس من وجهة النظر الإعلامية الجزائرية هذا أمر، والأمر الآخر السنغال، هل كنت تتمنى أن يكون النهائي أمام منتخب السنغال إذا كنا بنتكلم على المربع الأخير السنغال ونيجيريا وتونس؟ طبعا أنا شخصيا كنت عاطفيا تعاطفت مع المنتخب التونسي، وهذا شيء طبيعي وشيء عادي يعني، ولكن منطقيا السنغال استحق ايضا الوصول الى الدور النهائي. مجريات المباراه يعني اختلفت كثير، تباينت يعني اداء المنتخبين في المباراه تباين، وكانت فيه احداث كثيره يعني مثيره، ضربتا جزاء ضائعتين لتونس وثم السنغال، ثم ركلت عفوا يعني الوقت الاضافي فيه خطا قاتل، هدف بالخطا يعني في مرمى تونس، يعني احداثيات كثيره في تلك المباراه. صحيح. يعني كان يمكن لتونس ان تمر الى الدور النهائي، رغم انها لم تكن يعني لم تقدم اداء جيدا، يعني لم تفز في الدور الاول، ثلاث تعادلات في الدور ثم النهائي في دور 16 تاهلت على حساب غانا، طبعا غانا منتخب كبير بركلات الترجيح في الربع النهائي امام منتخب مدغشقر بثلاثيه نظيفه، ولكن في الدور النصف النهائي طبعا اللاعبون ابلوا البلاء الحسن، ولكن يعني العبره بالخواتيم. نعم. السنغال هي من ستلعب المباراه النهائيه يوم الجمعه المقبل، وكان بالامكان يكون افضل مما كان بالنسبه لمنتخب تونس، ولكن للاسف حتى السنغال بصراحه انا من اليوم الاول كنت اتوقع ان هذا المنتخب سيذهب بعيد، انه جاء من اجل يعني التنافس على اللقب. مدربه اليوسيسي هدفه كان واضح من البدايه، حتى تعاقده مع الاتحاد يعني في بند يعني في فيه بند في العقد اللي يربطه بالاتحاد السنغالي، والوصول على الاقل الى الدور النهائي من دور مصر 2019. اليوم هو في الدور النهائي، يعني اذا ما فاز السنغال باللقب فهذا يعتبر اخفاقا. لماذا؟ بالنظر الى امكانيات الفريق، بالنظر الى اللاعبين المهاريين الذي يضمهم المنتخب، بالنظر الى المشوار الطويل للمدرب اليوسيسي مع المنتخب، هو يوجد منذ 2015 على رأس هذا المنتخب، يعني فترة محترمة جدا، 4 سنوات، يعني يفترض أنها تكفي لحصد يعني النتائج الإيجابية، والنتائج أقصد بها هو اللقب. طبعا السنغال سيكون منافسا ندا وصعبا للمنتخب الجزائري يوم الجمعة، ولو أنه في يعني بطولات كأس أفريقيا لم يفز ولا مرة واحدة على الجزائر. صحيح، وهو ايضا لم يفز باي لقب طبعا، باستثناء هو كان في وصيف في 2002 فقط لا غير، والجزائر تحمل لقب وحيد عام 1990.